طقس حار وجاف وعواصف ترابية شمالا وطقس مغبر بوجه عام، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء مغبرة في عامة مناطق المملكة، وبالنظر إلى سرعة الرياح الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الرياح ستكون نشطة جدا هذه الليلة في المناطق الشمالية، مما يعمل على إثارة الغبار والأتربة وأيضا تشكل العواصف الرملية في تلك المناطق. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية. أما مع ساعات نهار يوم السبت فنجد أن الرياح تكون نشطة في المناطق الشرقية والوسطى من المملكة. وبالانتقال إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، نجد أن الأجواء تكون غالبا صافية، لتكون درجة الحرارة 23 درجة مئوية، الملموسة 22، وتصل سرعة الرياح إلى 5 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى درجات الحرارة المتوقعة في 3 أيام القادمة للعاصمة الرياض، السبت تكون الرياح نشطة وغبار مثار مع درجة حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية ليلا إلى 25، يوم الأحد 37 مع غبار خفيف ليلاً 23، الأجواء تكون غالباً صافية. أما يوم الاثنين فالأجواء تكون حارة لتكون 38 درجة مئوية وليلاً 25 درجة مئوية. بالانتقال لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في المملكة، نبدأها من تبوك حيث تكون درجة الحرارة 33 نهاراً 19 ليلاً، في سكاكا 30 نهاراً 18 ليلاً، عرعر 29 إلى 15 درجة مئوية، في مكة المكرمة 39 إلى 24، في الطائف من 30 إلى 18، في جدة من 35 إلى 24، وفي المدينة المنورة من 39 إلى 24 درجة مئوية. في أبها 27 إلى 15، في جازان من 35 إلى 27، في الباحة من 25 إلى 16 درجة مئوية. في الدمام 36 إلى 24، في الإحساء درجات حرارة مرتفعة من 41 إلى 24، وفي حفر الباطن من 39 إلى 19 درجة مئوية. وأخيراً بالانتقال إلى العاصمة الرياض، من 39 إلى 25، في بريدة من 37 إلى 21، وفي حائل من 31 إلى 17. إذن كانت هذه أبرز التحديثات الجوية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.